خبيرة التجميل. ازيك يا فريدة؟ منورانا. ومعانا الموديل كمان آية. ازيك يا آية؟ ومنورانا. اكيد انتي وشك زي القمر، مش محتاج حاجة، بس برضو فريدة هتعمل شوية اضافات ولمسات كده النهاردة. فريدة، قبل ما نشتغل قوليلي ايه اكتر المشاكل اللي ممكن تقابل كل امرأة وتضايقها جدا في بشرتها، خاصة في فصل الشيف، في فصل الشتاء ومع الاجواء الباردة؟ هو اول حاجه طبعا بتبقى الهالات السودا دي لكل الدنيا، يعني الهالات السودا دي الناس كلها عندها هالات سودا بسبب السهر وشرب القهوه وشرب الشاي وعدم شرب المياه كتير، فبتتراكم عندنا هالات سودا. فالهالات السودا دي احنا نعملها يا اما عن طريق ماسكات، او عن طريق مثلا لو هنيجي نداريها بالميك اب هنداريها مثلا باول حاجه خالص ده كوريكتور المفروض لونه اورنج، ده بيداري كل الهالات السودا. لا لا، احنا عايزين نشوف بس كده وبالتفاصيل، قولي لنا انت هتعملي ايه. ده لونه اورنج، ده هتحطيه تحت عينيها. الاورنج الموديل عندنا في شويه هالات سودا تحت عينيها وبنداريها دلوقتي، بس غريب جدا ان انت مسكتي اللون ده حطيتيه تحت العين. لان هو ده بيدمج مع البشره، بيخلي اللون لون البشره الطبيعي، يعني بيدمج اللون الاسمر مع اللون الاورنج، بيدمج بيخليها اللون الطبيعي. لما بتيجي تتعمل بعد كده وتحطي الكونسيلر عليها بيبقى لونها طبيعي جدا، كأن هي اساسا مش حاطه اي حاجه. احنا بنعمله بايدينا عشان يعني السخونه بتاعه انا اشوف النتيجه، بس انا ما تخيلش ابدا ان الواحد يعني داري هالات سودا بلون اورنج، بس هنشوف النتيجه في الاخر. هو بدا يهدى. ايوه، احنا لما بتدمجيه بياخد لون البشره، بيبقى طبيعي جدا. بعد كده بنحط الكونسيلر بتاعنا حوالين العين بقى كلها. يمكن المتعارف عليه دايما كنا بنحط الكونسيلر على طول تحت العين مع الهالات السودا الزايده، ما كناش بنحط حاجه قبليه. ما هو احنا بنحط دلوقتي الاورنج ده علشان بيخلي لون البشره طبيعي، فطبيعي ان انت تحطي لون يدي الطبيعه بدل ما يبقى فاتح قوي، لانك انت لو حطيتي فاتح على غامق بيسمر. طيب، او بيدي لون الرمادي. بس عايزه اطلب منك طلب، احنا نبص للكاميرا شويه، نلف بالكرسي كده عشان شغلنا يبقى باين. ايوه كده. وبنوزع بقى تحت العين بس، اكيد مش على لا تحت العين بس، ويا ريت بيكون بايدك علشان بس تعرفي توزعيه، لان طبعا الفرشه هتبقى قاسيه شويه على المنطقه دي. حلو قوي. بعد كده هنعمل ايه يا فريد؟ بعد كده هنروح بقى مدينها بقى. احنا دلوقتي ما مش محسوس خالص اللون الاورنج اللي حطيناه. لا خلاص، هو كده خلاص اندمج معاه وبقى نفس لون البشره، والكونسيلر باين ان هو مش موجود اساسا، كأن اللون طبيعي بتاع البشره. وبعد كده بنبتدي نحط لها البودر. بودر على طول؟ مش هتحطي حاجه بيز قبل البودر؟ ما هو انا حاطه لها اصلا فونديشن. احنا قبل ال طيب لو عندنا مشاكل تانية في بشرتنا، يعني كنا بنتكلم انا وانتي قبل الهوا بنقول انه برضو اوقات بيطلع لنا زي اماكن غامقة او بقع غامقة شوية عن لون بشرتنا، فازاي نداريها؟ وانا بالنسبة لي يعني اكيد بالنسبة لك الوضع مختلف، بس هي قريبة من الهالات السوداء، لان الهالات السوداء بتبقى في الجزء اللي تحت العين بس، هي في منطقة في الوش. ممكن تطلع برضو زي بقع غامقة او اماكن غامقة في اجزاء تانية في الوش، علاجها زي علاج الهالات السوداء ولا علاجها مختلف؟ لا، هو بيبقى لو انت عايزه ماسك بيبقى علاجها مختلف، لكن لو عايزه الميك اب، الميك اب انت بتقدري تداري بيه كل حاجه. يعني نفس الطريقه؟ يعني ده لو ظهر لحد يديرها ويتداوى بنفس الطريقه اللي عملتيها لنا؟ لا، ما هو البقع اللي في الوش غير اللي تحت العين. اللي تحت العين ده علشان اصلا بتبقى المنطقه داكنه جدا. الايه؟ اللي تحت العين بتبقى المنطقه داكنه جدا عن الوش اساسا. لا، ما هو انا بتكلم في ممكن حد يطلع له بقعه غامقه في وشه، بتتعالج نفس المعالجه ولا بيبقى الوضع مختلف؟ بتحطي بيبقى في عندنا حاجه برضو كده بنداري بيها زي الكونسيلر بالظبط بس للبشره. تمام، بنداري بيها زي اللي عند ايه كده، بنداري بيها ما بتبقاش باينه خالص. انا اقصد ما بتبقاش باينه خالص بالميك اب، يعني حتى انت مش هتلاقي فيه اي حاجه باينه الايه في الاخر. احنا دي كنا هنعملها في الاخر بس. طيب ده بعد بيتحط بعد البيس كله يا فريده؟ يعني بعد ما نحط في اخر حاجه خالص، المفروض انه عشان مش هيبان خالص. انت
تيجي لو حطينا بقى لآية الميك اب هنبتدي ناخد من عند العظمة دي كده، لأن آية أصلا عندها الجفن صغير، فهنحط تقريبا لون واحد، ولو دمجناها أنا هحط لون بسيط جدا لأن العظمة عندها صغيرة جدا. احنا بنعمل ايه دلوقتي؟ ده الأيشادو يعني؟ المفروض ان احنا هنحط الاي شادو دلوقتي. طب قولي لنا احنا عملنا ايه الاول؟ يعني احنا كده حطينا البيز ودارينا البقعه الغامقه والهالات السوداء باللون الاورنج ده، حطينا بقى الاي شادو الفاتح اللي هو المفروض ان احنا بنحطه حوالين من فوق العين اللي احنا بنفتحه، تمام. وهنحط دلوقتي اللون اللي هو الغامق اللي هو المفروض يمشي معاها، مثلا ممكن لو الوان داكنه هتبقى حلوه معاها، لان هي عينيها ضيقه، فالعين الضيقه لما بتحطي لون داكن بتوسعه. العين الضيقه من جوه تحطي العين؟ لا مش من جوه، من بره. يعني اعتقد ان من جوه لما الواحد يحط غامق من بره. لا من بره. ايوه بالظبط، هنحط من بره ان شاء الله. هنحط ايه بقى؟ هنحط ممكن اللون الازرق. طيب وانا بسالك عن الاماكن الغامقه في البشره، انت قلت لي بتساليني على الماسكات كعلاج يعني للاماكن الغامقه دي ولا الميك اب؟ فاحنا كنا كلامنا دلوقتي كله عن الميك اب، فلو هنعالج موضوع زي ده بالماسكات، انت ايه الماسكات اللي ممكن نعملها، الحاجات الطبيعيه اللي ممكن نعملها في البيت؟ ممكن لو مثلا اللي هو تحت العين نعمل بياض بيضة، تمام، عليه نقطتين من مية ورد، وتحطيه 10 دقايق تحت عينيكي، وبعد كده لما بتيجي تمسحيها ما بتمسحيهاش، تمسحيها بقطنه بيضة او فوطة تكون قطن، وتروحي مسحيها برضه بمية ورد. دي اللي تحت العين. بالنسبة بقى للأماكن الداكنة اللي في الوش، بتعملي اللي هي خلطة بالزبادي والشوفان، وممكن بدل برضه كده خلطة تانية خالص. طب ليه الماسك بتاع العين أو بتاع تحت العين مختلف عن بقية الوش كله؟ يعني عشان تحت العين أكثر حساسية. بالظبط. بقى احنا بنتكلم للهالات السوداء. بالظبط. طيب هتقولي لنا ايه تاني للبقعه السوداء؟ بقعه السوداء ممكن نعمل. بصي نجا بتقول لك تاني لف الكرسي، لان انتوا الشغل للاسف كله مش جاي في الكاميرا، فكده ده تمام. نفضل بس ثابتين على كده. طيب تمام. قولي لنا ايه تاني يا فريده؟ معلش قولي تاني كده، مش واخده بالي. انا عارفه الاسئله وانت بتشتغلي بتهيألي بتبقى صعبه شويه، لان انت مركزه في شغلك، صح؟ تمام. طيب انا هستنى عليكي شويه لغايه ما تخلصي الاعشاب. بس قولي لي ده الازرق برضو صح؟ لا ده الاسود بقى، علشان احنا حطينا رموش، تمام، فالرموش بتبقى باينه، فاحنا بنحط لون اسود، اي شادو اسود او اي لاينر اسود. طيب انا مضطره اسال، انا غصب عني انا لازم اسال، معلش. بصي قبل الهوا برضو كنا بنتكلم عن الالوان الموضه في الميك اب، فانت قلتي لي، رديتي عليا رد من وجهه نظري هو مقنع، يعني بتقولي قلتي لي انا بميل للالوان الداكنه او الغامقه، صح؟ بالظبط. تمام يا فريده، جاوبنا تاني بقى، يعني ايه بتميلي للالوان الداكنه؟ علشان بتبقى حلوه جدا، بتبقى حلوه جدا مع العين الضيقه والعين الواسعه. بتبقى رايقه على الاثنين، بتبقى يعني تحسي ان العين مرسومه فعلا. الالوان الداكنه صح؟ بالظبط. طيب هل ده الكلام ده للعين؟ طب هل الالوان الداكنه دي بتليق على صاحبه البشره الفاتحه وصاحبه البشره الغامقه او الخارجيه؟ بس مش بتبقى كل الالوان، يعني مثلا لو لون زي ايه كده، تمام، الجفن بتاعها صغير، بيبقى صعب جدا تخلطي الوان كتير مع بعض. فبتحطي لونين تقريبا بس. طيب احنا النهارده حطينا ازرق وحطينا حاجه تانية ولا لسه؟ حطينا الازرق بمخلوط، تمام، وحطينا الايلاينر. دي حطيتي لون واحد وحطيتي الايلاينر؟ لا حطينا لونين، حطيت الازرق الفاتح والازرق الزهري. يعني درجات من الازرق. تمام. بس يعني مش هدخلي حاجه تانية مثلا مع الازرق؟ ما انا دخلت لونين بس، لان جفني ايه صغير زي ما انا قلت لحضرتك، فمش هينفع ان انا ادمج كذا لون مع بعض. طب تحت الحواجب هتحطي ايه؟ هنحط بقى اللون يكون فاتح شويه زي مثلا الكريمي. طيب انا شايفه حواجب ايه يعني تعتبر مرفوعه شويه عن العين، يعني مناسب ان انت تشتغلي فيها وتديكي مساحه، تمام. في ناس تانيين حواجبهم تبقى نازله جدا على عينيهم او مفيش مساحه بين العين وبين الحاجب، الموضوع ده ممكن برضو نعالجه ازاي ونتعامل معاه ازاي عشان
بتحطي لون واحد عشان نعمل خدع كده خلينا ما نحسش الحجب نزل قوي على العين. نعمل ايه؟ بتحطي لون واحد، ما تقدريش تقطعي عن لون واحد. طيب ممكن احط غامق، لون غامق، ولا يفضل يبقى فاتح؟ لا يفضل بقى ساعتها يبقى فاتح، لان مش هيبقى اساسا، عشان اللون الفاتح بيبقى يديكي بهجه اكتر في العين. فساعتها يبقى يفضل لونين بقى تحطيه، هنا في الاول تحطي فاتح وفي الاخر تحطي غامق. تمام. طب انت قولي لنا انت بتعملي ايه فريده؟ انا مش عايزه اسالك، انت قولي لنا انت بتعملي ايه. انا بحط لها اي شادو بظبطه بقى، بدمجه على بعض عشان يبقى لون واحد. يعني بتسيحي الدرجات الازرقات مع بعض بالظبط، صح؟ ولسه ما حطيناش حاجه تحت الحاجب، صح؟ لا حطينا، احنا حطينا اهو، هنظبط بقى الحاجب. طيب هنعمل ايه؟ نظبطه ازاي؟ هنظبطه يعني برضو اي حاجبها رفيع قوي، صح؟ قولي لي. لا هو حاجبها يتظبط دلوقتي خالص، يعني يبقى حاجه ثانيه. هو يتظبط ازاي خالص؟ من هو ده اللي انا بسال فيه، ده اللي انا عايزه اعرفه. احنا هنرسمه بالطريقه دي بقى، يعني قلم. لا بطريقة الريشة، القلم بيخفف جدا الحواجب. تمام، وبيخليه ما بتعرفيش تتحكمي فيه، يعني حتى اللي لسه ما بيعرفش يعمل مش هيعرف يعمل بالقلم، هيطلع ما مش مظبوط معايا. لكن الريش او الفرشة بتبقى احسن. طيب انت بتقليهم بس ولا بتكبريهم شوية؟ لا بتقلهم بس، بس في حواجب بتبقي مثلا عايزه تطوليها شويه، وفي حواجب بتبقي عايزه مثلا تعرضيها شويه. طب لسه الموضه بتاعت الحواجب الشريره دي طالعه يا فريده ولا خلاص؟ اه موجوده لسه. انت بتحددي باسود ولا بني؟ بني. تمام اوكي. هنعمل ايه تاني؟ بس سريعا عشان لسه عندنا اسئله كتير وكمان وقتنا بيخلص. قولي لي للحواجب ايه اللي بيتقل الحواجب يا فريده؟ لو قلنا كده خليط او ماسك للحواجب، ايه اللي ممكن يتقل الحواجب؟ والله هو الحاجه الوحيده اللي بتقل الحواجب زيت الخروع، هو الرموش، بس مش بطريقه اللي احنا بنحط كده وخلاص، لا بنجيب اللي هو بتاعت المسكره اللي هي فرشه المسكره، وبتحطيها كده، بتحطيها في الزيت الخروع، وتروحي حامله اكليها كده 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 ثلاث اربع مرات. وممكن تنامي بعدها مفيش مشكله، بس مش تحطيه جوه. لو للرموش بتستخدمي حاجه زي كده برضو، تمام، وبتضيفيها للحواجب، معلش سوري، بتضيفيها تعمليها كده وتروحي عامله على الحاجب، تمام، برضه بتنامي بعديها بعد، يعني تحاولي ان انت ما تخرجيش بعدها. يعني يفضل يبقى قبل النوم. اه بالظبط كده. طيب هنعمل ايه تاني قولي لي دلوقتي؟ هو المفروض ان احنا هنظبط بقى ال انت بتزودي باودر ولا دقي؟ اه علشان طبعا اكيد نزل حاجه تحت عينينا، فبنظبطها. تمام. طيب الناس اللي عندهم مشكله في الانف او ما احنا هنعالجها اهو دلوقتي هنعملها دلوقتي عن طريق اللي هو بنقول عليه اسمه النحت، بنصغر الانف. تمام. ازاي؟ وبنبين الخدود. ازاي؟ قولي لي كده. شوفي دلوقتي، بس احنا هنعمله بقى بالفرشه. بتحطي ايه؟ بصي يا فريده ماشيين معاكي خطوه بخطوه، انت بتحطي ايه دلوقتي؟ ده كريم نحت. كريم نحت هو اسمه كده؟ طيب قولي لي انت عايزه تبرزي ايه؟ يعني هنبرز الخدود وهنصغر المناخير شويه. طب هتبرزي الخدود مش كان من تحت الخدود ولا انت؟ لا ما هي احنا من عند العظمه. طيب هنلف برده كده برده عشان شغلنا يبقى باين. دي فرشة بلاشر عادية. فرشة بلاشر عادية. بصي انا عايزاكي تعملي لنا جنب والجنب التاني لا، عشان نحس الفرق بين الاتنين. طيب تمام. تمام. وبرضو انا بسأل، يعني انت حطيتي ده الكريم ده بعد ما حطيتي البيض الفونديشن بكل حاجة. هو المفروض ان هو بيتحط يعني مع الفونديشن، بس احنا قلنا نحطه على الهواء على اساس ان يشوفوه بيتحط ازاي. ده مهم جدا.
قوليلي بقى الفرق. هاي انت اكيد شايفة الفرق. يعني فعلا هنا الخد ظهر اكتر. او بالظبط من هنا برضو بيظهر. الخدود بتترفع من هنا ومن هنا. تمام تمام اكمل. طبعا كملي اتفضل. يعني الجنب اللي عندك هيبقى ظاهر اكتر عشان الاضاءة واضحة فيه اكتر. طيب قولي لي الالوان اللي احنا بنحطها دلوقتي ده او المكياج اللي احنا بنعمله دلوقتي ليه؟ لكل شكل من يعني لكل بشرة ولا وكل لون من الوان البشرة ولا هو مناسب لاي بس دلوقتي؟ لا هو مناسب لبنات كتير جدا لان الالوان اللي انا بحطها دي الوان عادية جدا. ما فيهاش مثلا بيضة او سمرة او يعني انت اخترتي الحاجة اللي تنفع لكل الناس. بالظبط. وفي نفس الوقت برضو تنفع على وش اية يعني. طيب فاضل ايه بعد كده؟ هنحط الروج بقى. وانا جايبه لها روج سيليكون برضو. روج السيليكون ده بينفخ الشفايف شويه. تمام. برضو بيبين جمالها. كنا حاطين طبعا التحديد قبل كده. طيب للشفايف الصغيره قوي. ما هي دي للشفايف. للشفايف الصغيره السيليكون ده بيخلي الشفايف حلوه جدا ومنفوخه شويه. التحديد بنعمله ازاي كمان للشفايف الصغيره يا فريد؟ انا عملته قبل الهوا. يعني بيبقى خارج بره الشفايف شويه ولا بيبقى لا لجوه شويه. لجوه سنه يعني بحيث انه تبيني البق شويه. تمام. بنعمل ايه كمان دلوقتي؟ انا بظبطه بس. بتزودي التحديد عادي ان انت تحطيه بعد ما فيش مشكله عادي انت بتظبطي بس يعني بتظبطي اخر حاجه. تمام. نيجي برضو ان لسه تحسي ان لسه برضو في حاجه لسه في حاجه ناقصه. ايه بقى اللي ناقص؟ اللي ناقص بقى اللي هو البلاشر. تمام. اخر حاجه خالص. واحنا بنعمل البلاشر هنعمل تاني تحت العين. هنحط باودر تاني تحت العين علشان طبعا هو ايه كل ما بيقعد كل ما بتحسي ايه ان هو لسه مش لسه اسمر. يعني دلوقتي حطي باودر تاني. باودر تاني بس ده خاص بالعين. ده باودر للعين بس. طب ما هو احنا عايزين حاجه ثابته يا فريده يعني بتهيألي عندها لا كده خلاص عندها مناسبه. لا كده خلاص اخر حاجه. اخر حاجه يعني اخر حاجه في النهاية. ده بعد ما بنخلص خالص بنحط. بالظبط كده بيبقى ده النهائي. نحط الاول المسكره وبعدين البلاشر. طب حط لنا البلاشر الاول كده بعدين خلي المسكره في الاخر لو البلاشر قدامك على طول. هتحطي على لون ايه؟ هنحط روز فاتح قوي عشان يبين البني اللي احنا عملناه. طيب نشوف كده. وعايزه اعرف انت هتحطي برضو البلاشر ازاي؟ من فوق مع كريم النحت. يعني على نفس لا مش على نفس. هتاخدي من هنا كده من اول العظمه من اول هنا كده من اول الشفايف من هنا كده لا لحد ورا كده عند ايه من اول هنا كده لحد ورا كده هيبقى عكس النحت. طب النحت كان ازاي؟ النحت كان كده هو هيبقى كده علامه فيه. والله؟ طب ليه بقى؟ علشان هو النحت اساسا انت كده كده عملتي النحت عشان تبيني الخدود. فالبلاشر عشان يبين بس اللون بتاع الخد. تمام. تمام. هو هادي قوي لون هادي قوي. ده مناسب جدا يعني بالنهار بالليل برضه يعني يبقى مناسب لو واحده مثلا. طب الميك اب ده ينفع بالنهار وبالليل ولا لا؟ هو ممكن لو بالليل هتغمقي اكتر عن كده او هتزودي شويه عن كده. ممكن تعملي اللي فوق ده فضي. ممكن لو احنا ممكن نجربه لسه معانا وقت ممكن نجرب الفضي. طيب سريعا سريعا هنحط المسكره عشان احنا لازم نختم دلوقتي. طيب وبالنسبه للمسكره انا بحط لونين. بحط لون الكحلي وبعدين اللون الاسود لان الكحلي بيطول. بتحطي مسكرة دي نقطة مهمة جدا. تحطي مسكرة كحلي وبعدين تحطي مسكرة لأنها بتطول معايا. بس اللي بيبقى باين في الآخر المسكرة السوداء. بالظبط. احنا حاطين رموش كمان صح؟ حطيناها بس طبعا في يعني بنات ما بتحطش رموش فبتحط اللونين عشان تطولها وتكثفها. تمام. طيب احنا هنكمل هنحط المسكره السوداء واحنا بنختم لان خلاص وقتنا خلص. بشكرك جدا يا فريده. بشكر فريده شبراوي خبير التجميل. بشكر ايه الموديل اللي كانت معانا النهارده. تسلم ايديك يا فريده. الوان جميله و